إذا للوقوف عند تصاعد الصراع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومآلاته، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور. أستاذ كاظم، مرحبا بكم. يعني لا يخفى على أحد، هناك صراع يتجدد من وقت لآخر بين الحزبين الكرديين في كردستان العراق. هناك اتهامات متبادلة بالتخوين والارتباط بأجندات خارجية. إلى ما ترجع هذه الحالة السياسية التي تعيشها كردستان العراق؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وحييكم وحيي سادة مشاهديكم الكرام. بالنسبة للصراعات التي تجري بين فترة وأخرى ما بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، تعود يعني إلى التسوية التي حصلت في التسعينيات ما بين الحزبين بعد حروب دامية ما بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية عندما قدمت حل التسوية والمناصفة في الحكم في الإقليم، هذه المناصفة والتسوية كانت لربما تناسب مرحلة زمنية معينة في تلك الوقت. أما استمرار هذه المناصفة والتسوية السياسية ما بين الحزبين وبجميع عواملها أن تمتد إلى ما بعد 2003، وخاصة أن حكومة إقليم كردستان العراق أصبح جزء من الدولة العراقية، أقصد الحكومة الاتحادية بحسب الدستور العراقي في 2005، فأصبحت هناك انتخابات وتغيرات في الساحة السياسية على مستوى إقليم كردستان العراق، لربما حزب معين يزداد عدد مقاعدها ويزداد حجمها في السلطة، وحزب آخر يقل لأسباب عديدة. فهذه المناصفة والتسوية بقيت في أذهان الحزبين، لا أحد منهما يعني يتنازل عن الآخر في كل هذه المراحل. فهذه السبب الرئيسي، بقاء ذهنية كلا الطرفين حول المناصفة في الحكم وفي الواردات وفي كل شيء في الإقليم. هذه إذا لم تحل عبر وسائل السلمية الدستورية القانونية السياسية وإذعان وخضوع كلا الطرفين للعملية السياسية القائمة على الانتخابات، سوف تبقى هذه الآثار المشاكل ما بين الحزبين إلى ما لا يحمد عقباه في المستقبل. فإذا الحل هو واضح وصريح، لابد احتكام إلى صناديق الاقتراع، احتكام إلى الدستور والقانون في الدولة العراقية، وحل هذه المشاكل عبر هذه الوسائل، وترك وسائل الحلول القديمة التي جرت في التسعينيات لأنها كانت لمرحلة معينة مضت يعني، ولا يمكن البقاء هذه التسويات التاريخية وتمتد إلى هذه الزمن. إذن أستاذ كاظم، المناصفة بين الحزبين أوجد خللا في طبيعة العلاقة بين الطرفين، ولكن هناك من يتحدث ويقول إن التأثيرات الخارجية هي التي أوصلت الصراع المستمر بين الحزبين الكبيرين، كيف تردون على ذلك؟ طبعا لا أحد ينكر أن هناك تدخلات بالشأن العراقي بشكل عام وشأن الإقليم كردستان العراق من دول معينة، حتى سواء كان إيجابي هذا التدخل ينقلب إلى حالة سلبية كما تحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هناك سياسات متناقضة للولايات المتحدة الأمريكية، مرة تدعم الحكومة تسميها حكومة إقليم كردستان العراق حكومة القوية ضمن عراق القوي يحتكم إلى الدستور العراقي، ثم عندما نرى يكون هناك تنازع على السلطة وحتى ابتعاد مثلا حزب الاتحاد الوطني اليوم مقاطعون للحكومة اجتماعات الحكومة الإقليم، مع ذلك يعني شرارة هذه الخلاف الأخير بدأت من أين؟ بدأت عندما في حادثة ما يسمى باستهداف يعني محيط الخارجي للمطار وليس المحيط الداخلي للمطار، لم يستهدف، هذا ما يسوقه بعض القنوات الإعلامية لغرض وآخر. كان هناك يعني
رئيس القسد أو زعيم القسد بمعية يعني جنرالات من القوات الأمريكية. والحكومة الأمريكية يعني هذا الشيء يثير يعني قلق لدى حكومة إقليم كردستان العراق أن تدخل يعني شخص بغير رخصة إلى أراضي الإقليم، لا من حكومة الاتحادية ولا من حكومة إقليم كردستان العراق. وبطبيعة الحال حكومة إقليم كردستان العراق هي مسؤولة دستوريا وقانونيا أمام أي خروقات وأمام أي خلل أمني وغير أمني عندما تحدث في سليمانية أو في دهوك أو في أربيل، لأنها هي معنية بهذا الشأن وهي لا تعلم ما تجري في مطارات خاصة مطار السليمانية. فأكيد هذه محور جدا عامل مهم أن يكون هناك هكذا صراعات وهكذا يعني اختلافات في الرؤى وفي التفكير وفي السياسات. إذن يعني كما ذكرت الحل هو الاحتكام إلى القانون والسلطة، ويعني عودة إلى المفاوضات السياسية المحلية بينية عراقية في إقليم كردستان العراق، وابتعاد عن أجندات خارجية وعدم استخدام مؤسسات الدولة ومؤسسات حكومة إقليم كردستان العراق لأجندات حزبية لا يطلع عليها أو لا يعرفها لا برلمان الإقليم ولا حكومة إقليم كردستان العراق. طيب أستاذ كاظم، على ذكر الولايات المتحدة الذي جاء في معرض كلامكم، لطالما قدمت الولايات المتحدة قدمت كردستان العراق على أنه النموذج الديمقراطي والرفاه الذي سيتم تطبيقه في المنطقة وفي العراق بشكل تحديد بشكل محدد في وسط وجنوب العراق. من وجهة نظرك، هل تجد ما بشر به الأمريكيون أستاذ كاظم؟ يعني مبشرات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة كثيرة، بشرت بعراق ديمقراطي وإلى آخره، هي مبشرات مصلحية. عندما يتحقق مصلحتها في منطقة معينة، مثلا عندما يكون هناك حرب مع داعش، تستخدم وتحاول يعني تستثمر قوات البيشمركة وحكومة إقليم كردستان العراق بالضد من داعش وغير داعش، فحينها يصف أن الإقليم هي قوية، إقليم كذا وكذا إلى آخره. فإذا هي يعني توصيفات مرحلية، توصيفات يعني سياسية مصلحية، وليست هي يعني قائمة على مستوى أنها يعني تنبع من ديمقراطية يعني متجذرة في الإقليم. المشاكل السياسية الموجودة ما بين الحزبين الرئيسيين والأحزاب المعارضة الأخرى يعني هي إشارات واضحة أن هناك خلل في البنية السياسية، خلل كبير وبحاجة إلى معالجات. ولكن هذه المعالجات كما ذكرت لابد أن لا يتدخل فيها على العامل الخارجي، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران أو تركيا أو أي بلد آخر، إذا كانت هناك هكذا تدخلات تنتج يعني حالة من المشاكل محلية سلبية. لابد أن تكون هناك حوار ما بين كل هذه الفرقاء السياسيين. فالوضع السياسي والأمني المحلي في الإقليم بات يعني في زاوية حرجة جدا. لابد أن تكون هناك جدية العمل، ودائما نحن نرى أن حزبين الحاكمين يعني لديهما منهجية براغماتية، سرعان ما يعني يختلفون، وربما يصل بهم الحال إلى الشجار والتقاتل الإعلامي في هذه المرحلة. أنا برأيي الشخصي أستاذ كاظم، عفوا المقاطعة، عرجتم إلى موضوع الحرب التي اندلعت بين الحزبين في تسعينات القرن الماضي. هل الأوضاع الآن مرشحة للعودة لهذه الحالة ونحن لا نتمناه بطبيعة الحال؟ هل تعتقد ذلك؟ لا أعتقد أن يكون هناك حرب بمستوى ما يسمى بالحرب الأهلية الشعبية نتيجة يعني انتماء أو مساندة ومعاضدة للشعبية لأي من الحزبين.
لأن الشعب إقليم كردستان العراق اليوم في 2023 ليس الشعب في التسعينيات عندما كانت يعني ليست هناك هنا في هذه المنطقة دولة وحكومة بمنطق يعني الحكومة الوطنية أقصد الحكومة العراقية، فكان هناك مشاكل كثيرة يعني الشعب منقسم اجتماعيا وربما اقتصاديا. اليوم لا، غادر شعب إقليم كردستان العراق الاقتتال الداخلي. إن حدث هكذا أمور ربما يحدث يعني في اغتيال يعني قيادي من طرف ومن طرف آخر، كل هذه الأمور، ولكن لا لن تمتد إلى يعني السكان المحليين وعشائر الكردية الكريمة، فهؤلاء باتوا صمام أمان للإقليم شعبيا يعني، وتجارب عديدة أثبت هذا الشيء عندما يكون هناك اختلافات حتى تصل لربما اغتيالات وإن كانت غير مباشرة من هنا وهناك، ولكن لن تذهب هذه الأمور إلى نحو حالة شعبية وحالة عشائرية في إقليم كردستان العراق. عبر سكاي من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور، شكرا جزيلا لكم.